ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من واشنطن الدكتور سمير التقي، مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاقتصادية. أهلا بك دكتور، ولنبدأ معك بأهم الأخبار المتعلقة بهذه القمة وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم 55 مليار دولار للدول الإفريقية لمدة 3 سنوات. بداية، ما تقييمكم لهذا الرقم وأين ستتوجه هذه الأموال؟ هذه الأموال على الأغلب، أولا شكرا لاستضافتي وأنا أتشرف بكم. عمليا هذه القمة هي قمة تأتي متأخرة إلى حد بعيد، والمشاكل التي تنشأ أمامها والتي عليها حلها لا شك أنها مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على التمويل، ولكنها أيضا مرتبطة بحل مجموعة من الإشكالات السياسية. هذه المبالغ ستصرف في اتجاهين، في اتجاه أولا إقامة بعض مشاريع البنى التحتية وتشجيع القطاع الخاص الأمريكي على التوظيف في الاستثمارات على مستوى الاستثمارات الكبرى في القارة الإفريقية، ولكن الأهم من ذلك هو أن ستساهم أيضا، سيجري هناك بذل جهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار المتاح في أفريقيا. من المعروف بأن البنك الدولي يضع تقريبا حوالي 15% سعر فائدة حين يحسب المخاطر في أفريقيا والمشاكل في أفريقيا، يضع هذا الرقم العالي، مما يجعل الأفريقيين يذهبون مباشرة إلى قوى منافسة مثل الصين وجهات أخرى، وبالتالي الولايات المتحدة ترغب في أن تمول عملية المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الخاص والبزنس الأمريكي حين يقوم بتوظيفات صغيرة، مليون، 10 مليون، 100 مليون دولار في أفريقيا. وبالتالي المشكلة الأساسية هي كيفية تنشيط ليس فقط صناعات مثل بوينغ وسيسكو والعديد من المشاريع الكبرى. هدف رئيسي من هذه المبالغ هو دعم عمليا دخول الرأسمال المتوسط والصغير الأمريكي للتشارك على الأرض على مستوى المايكرو بالمؤسسات الأمريكية الأفريقية. دكتور سمير، بدأت كلامك بأن هذه القمة جاءت متأخرة بعض الشيء، والحقيقة أنه القمة التي سبقتها كانت منذ 8 سنوات. برأيك لماذا كان هذا التوقف؟ والسؤال الأهم، لماذا الآن تنشيط العلاقات مع إفريقيا مرة أخرى؟ هناك أولا صدمة وعي مهمة جدا حصلت للوعي السياسي الأمريكي، سواء في منتصف فترة ترامب بل وأيضا الآن في فترة الرئيس بايدن، فيما يتعلق بمدى احتدام الوضع الدولي والموقف من القوى المنافسة. وفي رأيي أنا الصدمة الأساسية التي طرأت على الوعي الأمريكي هي قضية أنها كانت تفترض الولايات المتحدة الأمريكية بأن الموقف أفريقيا على سبيل المثال من الغزو الروسي لأوكرانيا هو موقف بديهي، لأن هناك دولة تعتدي ودولة يعني هي ضحية، ولكن تبين بأن عمليا دول أفريقيا لديها مقاربة أخرى، وهناك كثير من عدم الثقة بالمتراكمة تاريخيا التي ينبغي حاليا تغييرها بتدابير أكثر وضوحا وتغيير الأولويات الأمريكية تجاه القارة. الصين على سبيل المثال تنظر إلى أفريقيا على أنها فرصة، بينما تنظر الولايات المتحدة في تاريخيا، ولا أقول الآن هناك تبدل، الآن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تنظر إلى أفريقيا أيضا على أنها فرصة وليست مشكلة. ولذلك خاصة هنا أيضا مع انكسار سلاسل الإنتاج الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية تجد مستقبلا كبيرا في الزراعة في أفريقيا، تجد مستقبلا كبيرا في بعض الدول التي فيها إمكانيات تقنية بدأت تنخرط بشكل أكبر في مجال في الفضاء التكنولوجي الدولي.
وهي تستطيع أن تشكل قيمة مضافة بالنسبة للفرص الأمريكية. لذلك نعم هناك صدمة وعي، وهذه صدمة الوعي هذه هي المؤتمر الحالي هو أحد تجلياتها، ولكن أنا أنتظر بفارغ الصبر عمليا لأرى كيف سيتم بلورة الأولويات حين يكون لك لديك حوالي 50 أولوية، فيعني هذا أن ليس لديك أولوية. ما الذي ستضعه هذه الدول الأفريقية أمام الولايات المتحدة الأمريكية من مهمات، ليس فقط كما تفعل الصين التي تقوم فقط ببناء مشاريع وأحيانا تقوم ببنائها بواسطة عمال صينيين، كيف ستساهم الولايات المتحدة الأمريكية في دفع عملية التنمية الوطنية في هذه البلدان وتساهم في عملية الرفاه التي ستحول هذه البلدان إلى قصة نجاح؟